وصلنا لمحطتنا الأخيرة. محطتنا الأخيرة سلمى بتهم كتار، فلأن الأطفال هم عماد الغد، وبناء الغد لا يكون فقط بالعلم وإنما بتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي لديهم. وانطلاقا من أهمية هذا الجانب، توجهت وزارة الثقافة إلى الطفل بإقامة تظاهرة مسرح الطفل خلال أيام عيد الفطر المبارك للإضاءة أكثر على هي التظاهرة. معنا المخرج خشناف زازا. يسعد صباحك. صباح النور. وكل عام وانت بخير. وانت بخير وكل عام وانت بخير. يسعد صباحك يسعد خشناف وانت بخير يا رب. خلينا بالبداية نحكي يمكن عن أهمية التوجه للطفل وأهمية استخدام المسرح كوسيلة لإيصال الرسائل للطفل. بصراحة المسرح هو أهم نقطة كنشاط وكتعليم من للطفل. المسرح كتير ضروري يكون موجود ضمن جو الأطفال، سواء كان بهدف تعليمي أو بهدف ترفيهي. أي معلومة يفضل إنه توصل عن طريق المسرح كنشاط أو كترفيه، بالإضافة لبعد المدرسة. المسرح كتير مهم. الطفل بيكون مندمج أكثر، بيكون قريب للمسرح أكثر، وبيتقبل المعلومة من خلال المسرح أكثر من أي جهة أخرى. حتى أحيانا بالمدرسة بيلجأوا بعض الأساتذة لإيصال، أو بالبيت بيلجأوا لإيصال المعلومة عن طريق المسرح أو الدمى بشكل خاص. طيب خلينا نحكي معك عن التظاهرة بأيام عيد الفطر المبارك. كيف كانت التظاهرة؟ ويمكن الوقت جدا صحيح لما أنا نستغل هيدا الوقت بجانب إيجابي، خصوصا الأطفال بيحتفلوا بالعيد، فأنا استثمرها بجانب كمان ثقافي. هلأ بداية شكرا لوزارة الثقافة، مديرية مساح وموسيقى، يعني الأستاذ عماد جلول مدير مسارح، يعني قام بهاي الفعالية وعلى مستوى دمشق، مع أنه أنا برأيي كانت كتير فقيرة نوعا ما. كان يفضل تكون التظاهرة أكبر بعروض أكثر وانتشار أكثر، سواء على دمشق أو المحافظات كلها ضمن العيد، لأنه الطفل بعد وخاصة بهاي الظروف وبعد المدرسة بعد انتهاء المدارس ضروري يعيش حالة من الفرح، ضروري نحسس الطفل بأنه هو بجو عيد. هذا الشيء كتير مهم بالنسبة للطفل. التظاهرة كانت قائمة على مجموعة عروض، سواء بحديقة تشرين أو بالقباني أو بمسرح العرائس. كتير كانت مهمة بالعروض اللي قدمت للأطفال. طبعا كان في كتير إقبال حلو. يفضل لو كانت أوسع لسع بشكل أكثر. طيب أستاذ خشناف، حضرتك أيضا أخرجت مسرحية مزرعة الأصدقاء، خلينا نحكي عن هذا العمل. مزرعة الأصدقاء عرض مسرح دمى. العمل يقوم على فكرة التوازن البيئي، كيف أنه نحن ما فينا نستغني عن أي شيء موجود بالبيئة، نستفاد من كل شيء موجود بالبيئة. تعتمد الحكاية على موضوع الصيصان، كيف الصيصان تغادر المزرعة، فكل عناصر المزرعة بالحب والتعاون بيعملوا اجتماعات كيف ليرجعوا الصيصان للمزرعة على وطنهم. الكل بيتعاون، الكل بيساعد ليعرف وين راحوا الصيصان، مين أخذ الصيصان، كيف فقدوهم. بالنهاية بيصلوا لاعتقاد أنه البوم هو اللي خطف الصيصان، فبيجي البوم بالليل بيلقوا القبض عليه. البوم بيعترف أنه مو هو اللي خطف الصيصان، وهو مستعد انه يتعاون مع المزرعة ويكون صديق للمزرعة بالبحث عن الصيصان ومنع اي عدو يدخل المزرعة. طبعا لما مسكوا لما تم القاء القبض على البوم صارت الفئران تفوت على المزرعة وتأكل المزروعات. وهون موضوع التوازن البيئي، الفكرة التوازن البيئي بتلعب دور انه نحن ما فينا نستغني عن البوم لانه هو بياكل الفئران، وبنفس الوقت نستفاد منه انه يبحث عن الصيصان. فبيتعاون البوم معهم وبالنهاية بيوجدوا الصيصان وبترجع الصيصان للمزرعة وبتعيش المزرعة بأمان. كانت كاميرا الإخبارية السورية متواجدة في المسرحية برفقة زميلتنا ميسان حمدان. خلينا مع حضرتك ومع المشاهدين نتابع أجواء المسرحية وبنرجع بنتابع حديثنا.
نعم، يعني مثل ما رح نتابع هلا حاليا المشاهد ونرجع نكفي حديثنا، خلينا نشوف سوا. بالنسبة لمسرح الأطفال يعني هو مسرح كتير غني جدا، وممكن يقدم المتعة ويقدم الفائدة، وبالمقابل يعني بالنسبة لأنه يكون في عروض مسرحية للأطفال كمان بالعيد، مسألة كتير بتبعث على البهجة والفرح. هلأ مسرحيتنا هي اسمها بتحكي عن الصداقة، عن الحميمية، عن الارتباط العام بشكل عام مع الأشخاص، يعني إنه ما بتحدد النوعية هي بين دجاجة والديك أو بين الإنسان الطبيعي. هلأ مسرح العرائس هو من السهل الممتنع، هو كتير صعب وكتير سهل. كتير صعب لأنه في كتير حركة ممثل تحت الدمية لازم يظهرها بكل مشاعره وجوارحه لحتى يقدر يوصلها للدمية والدمية ترجع توصل للطفل. والسهل أنه هذا الشيء يتقبله الطفل أنه يحبه أكتر، يعني هلأ الدمية هي صديقة الطفل، الطفل لما بيشوف دمية عم تتحرك أو عم تحكي فهذا الشيء كتير بيشده، بيقول مو معقول هاي الدمية عم تحكي، هو ممكن يرجع على البيت يحاكي دميته مثل ما بيشوف هون. اصبر أيها الديك، سأفكر أنا وسمعان كيف نعيد الخصام. الأهم أن نجد حالا نعيد الأمان والسلام للمزرعة. عندما نفكر بشكل صحيح سنعيد الخصام. اسمعوا، سندعو قسمة الحقل للاجتماع والاتفاق. وعلى ماذا سنتفق؟ يعني مثل ما تابعنا أستاذ خشناف ويمكن حكينا حتى قبل ما نشوف المشاهد عن الرسائل اللي ممكن نوجهها للأطفال بشكل عام من خلال المسرح، اليوم قد ايه عم تشوف في أهمية لهي الرسائل وخصوصا لهي الأطفال بهالمرحلة العمرية وبظل الحرب اللي عم نتعرض لها، أنه نستخدم فعلا رسائل يمكن تروح شوي من هاي الآثار السلبية اللي عم تلقيها الحرب على الأطفال؟ اسمحي لي أقول لك الموضوع الدعم النفسي كتير مهم بهذا الوضع، وخاصة للطفل. الطفل هو بريء عن كل ما يحدث من حوله، هو بريء، فهو داخل الموضوع ونحن لازم نساعده بهذا الشيء. موضوع الدعم النفسي عن طريق الفن كتير مهم انه يخضع له الطفل، خصوصا من خلال المسرح، لانه نحن عم نحاول يعني نعطي مساحة للمسرح خصوصا مسرح الطفل. الاهتمام اللي كان سابقا بمسرح الطفل، يعني سابقا لما كنا بالمدرسة كان مسرح الطفل بالمدارس له أولوية إن كان من خلال الشبيبة أو من خلال طلائع البعث، اليوم هيدا الاهتمام نوعا ما عم نفقده، عم نحس فيه مش الاهتمام السابق، ويمكن يعود كمان للدعم المعنوي إن كان ولا المادي ولا النفسي لجميع اللي بيشتغلوا بمسرح الطفل أو بالمسرح بشكل عام. هلا بصراحة أنا بتذكر لما كنا أطفال كان في اهتمام أكثر، وكنا نشوف فنانين معروفين جدا ونجوم كان عم يمثلوا بمسرح الطفل. الآن نحن نفتقد لهذا الشيء، نفتقد للنجوم اللي هي من نجوم بالدراما أو بالتلفزيون السوري تكون موجودة بالمسرح. هذا الشيء من ناحية، من ناحية ثانية كثير المسرح الطفل هو خاصة يحتاج إلى كثير إنتاج، إلى مبالغ إنتاجية. أنا معك، يعني الوضع بيأثر نوعا ما، ولكن الطفل لازم يكون فيه له اهتمام خاص مسرحيا. هاي رسالة لمين بتوجهها؟ لمين؟ هاي رسالة للمعنيين بموضوع طفل بمسرح طفل، والجهات الأخرى، يعني مو شرط بس وزارة الثقافة، كتير جهات، وزارة السياحة، وزارة التربية، جميع الجهات. أيوة، وزارة التربية، وزارة السياحة، كتير وزارات معنية إنه حتى يمكن كمان الفنانين أو الكتاب أو المخرجين كمان على عاتقهم جزء من هالمسؤولية. يعني أنا بتذكر بالطفولة الله يرحمه الفنان نضال سيجري كان يحرص كل عام تقريبا أو كل عامين يكون عنده مسرح طفل خلال فترة الأعياد، كنا نروح نحضره. يعني أنا بتذكر أستاذ نضال حفظته أول ما حفظته بمسرح الطفل بشخصيات قريبة للقلب. كمان الفنانين والمخرجين اليوم كمان هن بحاجة لنرجع يمكن يهتموا بالطفولة ويكتبوا للطفولة. مسرح الطفل أنا برأيي يحتاج إلى كتابة خاصة،
إلى إخراج أو إنتاج مسرحي خاص، ويحتاج إلى فنان خاص، فنان يتمتع بروح الفكاهة، كيف ليوصل المعلومة للطفل بشكل مشوق وترفيهي وممتع كوميدي، ويحتاج إلى إنتاج الطفل بيتمتع بالألوان البصرية. موضوع البصر كتير مهم، موضوع الموسيقى، موضوع الأغاني، الأشكال الموجودة على المسرح، هذا كتير مهم للطفل، هذا بده إنتاج كتير قوي ليتم هذا الشيء. وحتى موضوع الكتابة للأطفال، حتى يعني نحن نفتقد لهذا، حتى لموضوع الكتابة بهاي الظروف نحن نحتاج لكتاب يكتبوا للطفل. طفل 2017 كل النصوص اللي هلا نحن عم نحاول نشتغلها يعني مكتوبة لطفل بال 1900. ويمكن هي رسالة عم نحاول من خلال شاشة الإخبارية السورية ومن خلال حضرتك إن شاء الله تكون وصلت الاهتمام بمسرح الطفل، جميع الجهات المعنية يكون في تكاتف وتشبيك للعناية أكثر بمسرح الطفل. نشكرك على وجودك معنا، الوقت خلص. يمكن الحديث عن الأطفال وأهميتهم وقديش لازم نعتني فيه وندعمهم معنويا ونفسيا ما بيخلص، بس عم نحاول من خلال برنامج صباحنا غير نعطي مساحة لجميع المعنيين لتسليط الضوء على هيدا الموضوع. بدنا نشكرك على وجودك معنا، المخرج المسرحي خوشناف البازار. حاب اقول شغله، حتى اعلاميا يا ريت تعطونا مجال اكثر لمسرح الطفل. اكيد ستكون ضيفنا بالحلقات القادمه. اكيد، ونحن دائما نحرص انه نغطي مثل هيك مسرحيات او حتى المسرح بشكل عام باعتبار هو متنفس، ونلقي الضوء مثل حضرتك ومع مخرجين اخرين. شكرا لك، وقلنا لقاء قريبا. شكرا للتغطيه الاعلاميه. شكرا لك. اكيد نور حلقتنا.